اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج الاختيار. زي ما عودناكم ان كل حلقه جديده هيكون معانا حكايه جديده، واولى فقراتنا النهارده فقره فنيه. طبعا بما اننا قادمين او دخلنا في شهر اكتوبر المجيد، هيكون معانا فنان هيشاركنا احتفاليات اكتوبر، هو الاستاذ محمود عيد. اهلا وسهلا، نورتنا يا استاذ محمود. مرحبا بك يا استاذ احمد. اهلا، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا باشا، انت طيب. بما ان احنا في شهر اكتوبر، حابب تسمعنا ايه النهارده؟ اغنيه وطنيه لهيثم شاكر. طيب نقدم نفسك الاول للجمهور وبعد كده اتفضل قدم الاغنيه اللي انت عايزها. اغني؟ تمام، اتفضل. ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمي حمولك عليا عليا واشيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. يا مصر الله عليك انا عشقك للنهاية، لو ما انا قلت فيكي يا حبيبتي مش كفاية. يا مصر الله عليكي انا عشقك للنهاية، لو ما انا قلت فيكي يا حبيبتي مش كفاية. ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شوية، يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا دي. الله عليك. وبما إن مصر غالية علينا، وبما إن مصر أم الدنيا، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ محمود. أنت طيب يا باشا. طبعا إحنا دخلنا سريعا سريعا كده لأن كنا جايين متأخرين شوية، فطبعا حابين النهاردة نشارك الشعب المصري فرحتنا بقدوم حرب اكتوبر وشهر اكتوبر العظيم، لان ده تاريخ لن تنساه الاجيال ابدا. طبعا النهارده شاركتنا معانا عشان تشاركنا فرحتنا بانتصارنا يوم النصر العظيم. طبعا حابب تقول ايه للشعب المصري؟ بوجه رساله للشعب المصري اللي احنا اللي هم يفضلوا طبعا مكملين في الخير طبعا، وال ان شاء الله، والاهم اللي هم يفضلوا ايد واحده وكده اكيد. واحنا كمان برضو بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن الشعب المصري ان يتماسك وان يكون على قلب رجل واحد. طيب حابب بقى يعني بصراحه كده انا حابب اسمع كتير النهارده من حضرتك، حابب تسمعنا ايه تاني؟ ماشي، هسمعك برضو اغنيه وطنيه طرق بما اننا احنا في حب مصر النهارده. اه طبعا، اتفضل. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حور، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سعادتك جنابك، سيادتك لازم تيجي مصر لما تقول لك تعالى. كمل مشوارك ده السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت املها عارفك قدها وقدودها تشيلها، ده انت من البلد اللي تملي بتجيب رجاله. سيادة المواطن استعد تكمل بجد، والحمل لو يتقال عليك ارميه عليا. مديت لك ايديا وجنبك وكمل ده واجبك، وعارفك من العشرة انك قد المسؤولية. الله عليك. يوم النصر، يوم الكرامة، يوم العزة، يوم استرداد قطعة من قلوبنا وهي سيناء، ستظل مصر دائما وأبدا هي الحصن الحصين. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ مصر بحفظك، وابعد عننا شر الماكرين وكيد الكائدين. امين. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
استاذ محمود، انا سعيد بجد على الاغنيتين اللي انت قلتهم في حب مصر. طيب حابب تسمعنا ايه تاني؟ ماشي، اغني لك حاجه لهاني شاكر دوتو وامل ماهر. تمام اتفضل. انت فاكر اول مره عنينا تقابلوا، اول مره قلوبنا تحس، اول مره نقول بعنينا كلام من قلبي وقلبك بس. انت فاكره اول مره اقولك احبك، شفت الفرحه في ورد خدودك، رعشت ايدك فضحت قلبك، واليوم ده كان عيد وعيدك، اليوم ده كان عيد وعيدك. قولي ايه اللي حصل، ايه اللي جرى واللي غيرنا كده، ايه يا ترى. الله عليك. استاذ محمود، حابب تقول ايه للشباب لجيل الايام دي؟ انا عايز اوجه لهم رساله، لو واحد طبعا عايز يسعى ويكمل، ومفيش حد طبعا يدوق مر غير لما يدوق، ما يدوق حلو غير لما يدوق مر، اكيد طبعا. ويسعوا في لو واحد عنده موهبه وعايز يظهر نفسه كده، طبعا ده حاجه يبقى اكيد. واحنا فاتحين برنامج الاختيار، فاتح بابه على مصراعيه لكل المواهب الشابه، لكل الفنانين في كل المجالات، فنيه، احترافيه، ثقافيه، صناعيه، شعري، اي حاجه اي حاجه. برنامج الاختيار مادد يد العون بعد الله سبحانه وتعالى للجميع. استاذ محمود، حابب تقول لنا ايه تاني او تسمعنا ايه تاني؟ ماشي، اسمعك حاجه لمحمد. انا واخدك على السريع يعني، حابب استفيد باكبر قدر ممكن يعني من حضرتك. ماشي، اسمعك حاجه لمحمد عبد المنعم. اتفضل. تايه في دنيتنا ونسيت طريق بيتنا، لا انا عارف العنوان ولا شكل سكتنا، على جنب هنا يا اسطى اصلي ماليش وسطى، ولا ليا في الهوجة ولا بركب الموجة، نزلني هنا على جنب عشان اكفر ذنب واخدك عابيم، يمكن لو اتأخر يحسوا بغيابي. طيب قبل ما نختم فقرتنا استاذ محمود، رساله بعد اذنك توجهها لشعب مصر الكريم. انا بوجه رساله لشعب مصر الكريم، اللي احنا نفضل طبعا ايد واحده وهنبقى مع بعض في الخير وفي كل شيء طبعا، وبشكر كل اللي مشرفينه ومسامعيني طبعا دلوقتي. طبعا نورتنا يا استاذ محمود، واهلا بيك في برنامج الاختيار، وعايزين حضرتك معانا تاني وتالت ورابع وعاشر، لان حضرتك من الاصوات الجميله. قبل ما انتقل للفقره الثانيه من حلقه اليوم، حابب اقول للشباب تماسكوا، لازم كلنا في هذه الايام نكون على قلب رجل واحد خلف قياده حكيمه رشيده. اللهم احفظ مصر من شر الفتن ما ظهر منها ما بطن. خلونا نخرج فاصل ونرجع لكم مع ضيفنا الثاني الكريم.